نحكيو على آلاف الأثرياء بعد 2011 ظهروا. قبل 2011 كان ما عندهم حتى شيء، بعد ظهر عليهم ثراء فاحش، يعني يبدل السيارة، يبدل داره، يعمل الدنيا الكل. بي أنت مع تفعيل قانون من أين لك هذا؟ بالطبيعة مع، أكيد جدا يا أخي، هذا يتسمى فساد، وديجا هذا فلوس الشعب. يعني إنسان يكون ما عنده حتى شيء قبل الثورة، والناس تعرفوا فجأة في 3 سنين تلقى عنده أراضي وقصورات، نقبوا ما كبروش، قولك راهب ودنيا وحكايات أخرى، من أين لك هذا بطبيعة الحال؟ خاطر أنا يعني موظف عادي، أنا غدوة كي ترى عندي كهرباء ديرك تسألني خديت قرض، عندك ورث، عندك حاجة، ما كي نقول لك أنا عندي لا هذا لا هذا منين هبطت عليه من السماء، هذا كله فساد، هذا كله سرقة، وديجا تو حاجة هذه منتشرة بكثرة تو في تونس، فهمتني؟ الفقير زاد طاح لوطة، والفاسد هاكا زاد طلع الفوق. سيغمون ثم طرق غير شرعيه، دونك جو بونس با، يعني كان دو جور لوندما ولات عندهم ثروه بطرق شرعيه. بون سا ديبون، تنجم تكون يعني ما نعرفش انا ثم حاجه كان بون سانسامون، ينجم واحد يعمل فلوس راه في وقت قصير يعني، مي ثم كوميم ثم كو تشانس في الحكايه، زيد ثم واحد خدم مخو حاجه ما كانتش موجوده ولات موجوده، ما نعرف ثم برشا حاجات باغ اكزومبل اللي عندهم لي ريزو سوسيو دي ابليكاسيون ولا حاجه طلعوا كوميم في وقت صغير، ولا حتى الفن ثم عباد كانت ما عندها حتى شيء برنامج طلعوا كوا سي با، نجم واحد يعمل فلوس في وقت صغير، اما كوميم باش يولي ثري برشا دارو كرهبه ورشيد بانكي لي اي مش زاده في عام باش يولي عنده ثم باش سرقه وقت مدوا ايديهم هكا ولا سرقوا نهبوا فلوس الشعب فلوس الزواوله منين جاهم خلاو لهم جدودهم ليه والله الانسان ما كانش يخدم وما عندوش خدمه رسميه ويولي لبس عليه بالقدا منين تجيه الثروه بحسبوه توما موتوما بتحسبوه مانيش انا كان ما تشد وهز بسرق منين ليه كاكا وقعت طاحت عليه من السماء فليجة لا قل لي يا اختي انت مع تفعيل قانون من اين لك هذا؟ اي نعم اي نعم 4 كعبات في البلاد كانوا فقراء دخلوا الاحزاب ولا لبس عليهم من اين لك هذا؟ طرق الثراء في بلاد تدخل الحزب؟ لا مانشني منشنا واحد بطال ما عندوش مغدوة تلقى عنده المليارات والملايين منين حسب رايك انت من الحلال حتى كي باش تخدم خدمة حلال ما تصورهمش المليارات اكيد موجود هذا موجود برشا اللي كانوا قبل يعني ما يبانوش في الصورة توا لو يبانو في الصورة ولا بس عليهم اسافوار منين جاو ومنين فهم كيفاه على مواقع التواصل الاجتماعي يصوروا صورة قبل كيفاش كان وصورة فيما بعد كيفاش كان كرهبته قبل كيفاش ولات بعد أي موجود كانوا قبل حالة حليلة وبعد تشوف الكرهب يعني البوادر الثراء موجودة فيهم يعني ما كانش عندهم قبل حتى كانوا قبل يمكن بوسطاء عاديين من بعد برش سيرتو السياسيين وعندك شوية أكل نقولوا احنا جماعة الكونترا وجماعة فهمتني برشا هذوما ناس سي فري ولاو أغنياء في مدة وجيزة وبالتالي السؤال يفرض نفسه منين جاك هالفلوس هذية وزيد اللي صاير في البلاد قاعدين يتحكموا في الأسواق ويعرقلوا لغايات يعلمها إلا الله وبالتالي هذوما ناس يجي فيهم الشك فلا بد من البحث عن أسباب الثراء ومنين جات الفلوس فماشي تبييض فلوس هذا منطقي جدا اللي قاعد يصير بو بالقانون لا ظلم ولا مظلوم ثابت انه ثم ظهور ناس جدد اثرياء جدد معناها شكون شجعهم تونس كانت ديما تشجع على ظهور الاثرياء لانه ثم ناس عايشه على هامش الدوله معناها عديد الوسائل يوصلوا بها للثراء اثرياء بطرق شرعيه خل لا لانه انا في اعتقادي ان تونس بالطريقه الشرعيه صعب ان تخلق اثرياء بالحق صعب باي ثم عائلات مشهوره سواء كانت في ميادين معينه في الميادين الصناعه ما نحبش نسمي الاسماء يعني ربما اخطأ اما القانون التونسي معمول للاسف كي يخترق يعني قلنا احنا قلنا الموعد اللي خذيناه مع الثوره انه ستستقيم الامور وتولي دوله قانون وتولي دوله معناها يحاسب فيها الناس على افعالهم للاسف يعني تواصلت الناس فوق العقوبة فوق التتبع فوق الدولة
يعني للأسف الفساد ما زال منتشر، ما زال مستشري يعني في مستويات عدة. يعني اليوم ما زال التونسي يوصل الحق وبالرشوة، ما زال التونسي معناه ينجم يلجأ باش يخالف مسألة الجباية بالاستعانة بأعوان الجباية أنفسهم. يعني للأسف بلادنا ما حطيناش على السكة. يعني كيفاش يعني إذن ما زالت ثم عباد تعيش على هامش الدولة وتثري بالتهريب وتثري بممارسات أنواع أعمال الله أعلم ما أنزل لها بهاش. معناش طرق الثراء يعني معناه الثراء الحقيقي هو الثراء اللي جي عن طريق العمل الشرعي والقانوني. رأيي أنه السراق جاءوا من هنا جاءوا من برا، اللي خرجوا من الحبس واللي جاءوا من برا جاءوا سرقونا قاعدين يعفسوا فينا تعفيس يسرقوا فينا يعفسوا فينا سراق ناس سراق. كيفاش يسرقوا في بلاد القانون؟ أنا قانون وين القانون؟ يا أخي قانون من 2011 لتوا ثم قانون ريت قانون أنت حتى في التلفزة نحوهك القانون التلفزة. إحنا للأسف معناها الثورة شا عملت؟ الثورة هي مثل تونسي يقول معبر هو يقول لك نحينا كنا نقوله وربما البلاد باش تتطور باش تخلق شروط دولة جديدة. يا أخي نحينا راس ثوم وحطينا راس بصل ولا العكس بالعكس. يعني الناس اللي جات من بعد منين جاوا؟ لا جاوا من نضال وقالوا راهو قبل الثورة يدعوا إلى ثورة ويدعوا إلى دولة جديدة. هذوما عباد ما نعرفوش منين هبطوا علينا إذا ما همش يحلموا حلم التوانسة، ربما جايين غاضبين على التوانسة اللي ما دافعوش عليهم في زمن ما. هكا ولا؟ إذا الناس هذوما وقت استبدوا بالدولة كيما عمل بن علي وكيما عمل بورقيبة أو جماعة بورقيبة بأقل نشاط وبأقل عنف وبأقل دفاع على الدولة. جاءوا أنا نحكي لك أشياء حكاوها لي العباد صارت في دواوين الوزراء يختلفوا النهضويين هذوما اللي جاءوا يدعوا إلى دولة جديدة يختلفوا علاش أعطيت لزميلي كرهبة باسات تقول لي راهم فرد عام هما مشريين وكيفاش هو الماتريكول نتاعو اجد من الماتريكول نتاعي. يعني شوف وين العباد وصلت، ما هم جايين باش يشوفوا الدوله يبنيوا بها بلاد بالحق، نشوفوا نقائص الدوله نشوفوا نقائص البلاد ونبنيوا بلاد بالحق. احنا كنا نحلم ونكذبوا برشا سويسرة افريقيا، ولكن للاسف حتى لم نكن افريقيا. في بلادنا سهل انك تعمل ثروه في وقت وجيز بطرق شرعيه معناها امبوسيبل. اخي قداش احنا السالير اللي ناخذوا فيهم في تونس سواء موظف ولا ديجا توا بريس 60% عامل يومي الناس تاخذ عمال يوميين فهمتني ولا كيفاش باش يعمل الثراء هذاك الكل؟ اعطيني انت موظف في تونس ماكس ياخذ كريدي على 5 سنين 30 مليون بنكه تعطيه باش يعمل بهم؟ ما يجيبولوش حتى موتور توا ما عادش كهرباء نحكي فهمني نتاع شنيا باش يعمل الثراء في 3 سنين؟ شنية اللهم كوارجي قادر يعمل ثراء في 4 سنين ولا هذوك مظاهرين ياخذ في 100 مليون في الشهر. اما نحن شنية نحن الناس البوساتا هذوم تعطيه مليون و200 منها كري منها صغار منها معيشه ومع شوف العرض تو اللي قاعد يصير يعني المعيشه غلات في تونس كيفاش اولا ما يجيبش حتى يفضل ويخبي هو ديجا كيفاش يعمل ثراء نتاع شنية؟ فماش كله فساد هذايا ومعروفه الشيء وتونس ولات كيما تيران تلعبوا فيه الفساد الكل حتى اللي كان يعيش لبرا يحب يفسد اكثر يجي لتونس شيء محلول ان شاء الله يفعلوه هذا القانون هذا من اين لك هذا وكل واحد ياخذ حقه خاطر هذا حق الشعب هذا حقنا احنا فلوسنا فهمني يعني احنا كي نخليوه مسؤول ننتخبوه باش يسير الوضعيه هذيك ويحسن فيها فجاه ملي كان مسكين يعمل في انتخابات ب 2000 فرنك فجاه تلقى عنده باسات وتلقى عنده سويني واراضي شنيا هذه يخدم في روحه يعني بطريقه غير شرعيه مش قاعد يخدم في شعب وجم في بلاد. اذا كانت تكون انت ان بون ترافيكون تنجم تعمل بطرق شرعيه قصدي لا بطرق شرعيه لا 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 لا, لا 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 بطرق غير شرعيه تنجم تولي فريق اما بطرق شرعيه لا امبوسيبل. منين على الشهر بتاعنا القويه على الفرص اللي تنجم تعمل ما عندنا شيء باش نجموا واحد يكون من يعني انسان بسيط يولي فري هكاك لا امبوسيبل. بدل كرهبته يبني دار على الدوزيام تروازيام الناس كلها عايشه بالقروضات منين باش يولي منين باش يطلع لفوق؟ هو الدنيا كلها بالقروضات وان شاء الله يخلط منين باش يولي فري؟ امبوسيبل مستحيل. تو يخلط تو على الماكله والشراب ويخلط على كل متوظف راهو كل اغلبيه الناس. انا قاضي ومواطن تونسي
عمري ما دخلت لداري حاجة أني غير ما عرقت عليها، ونمن أنه لا كسب إلا الكسب الحلال. ولكن اليوم أنا نقول لك بصراحة ويسامحوني التوانسة، لكن غلط يمكن 90% دخلهم غير حلال. شو معناه؟ أنا نمشي نشري الخضرة باش نبيعها، باش نبيعها بسعر معين محدد، القانون محدد لي نسبة، أنا نشريها ونعطي فلوس تحت الطاولة. يعني شفتك العملية الأولى نشرت الفساد الكل. المواطن اللي يشدوه يبيع المخدر يستهلك، يولي يبيع ويشري، بالله ما تحطليش محضر متاع بيع، حطولي محضر استهلاك. قداش المحضر هذاك يتشرب؟ قداش بارشة فلوس. يعني احنا شوف، صحيح في تونس الانخرام موجود في كل بقعة، ولكن الدولة اليوم الدولة يلزمها تعمل الخطاب والوسائل وتربي الشعب التونسي على المسير في الطريق السوي. ينجموا دائما باش يقعدوا عباد منحرفين، باش يقعدوا دائما، لانه الانحراف موجود حتى بالنظريات اللي تحكي على الاجرام. فهمت؟ نحبوها بالحق. انا قلت نحكي لك، انا كنت نحلم، قلت بعد الثوره باش يقعدوا السياسيين اليوم ويقولوا الفئات الاجتماعيه المختلفه قديش يكون حقهم، ونعملوا قسمه عادله وندعو للناس للعمل. يا اخي للاسف بعد 14 جانفي تعرف شنو تخلق 15 جانفي شبه له، هذا هو. ما عندناش محاسبه احنا في تونس، فهمتني؟ ما عندناش محاسبه. يعني اللي باش تقول له من اين لك هذا وكيف تكون ما عادش. انا واحد كان كاري ومن بعد تو دانكو ولا يسكن قريب للبحر ولا عنده كهرباء ما نعرفش شكون باش يحاسب، ما حاسبه حد. هذيك هي المعضله الكبيره في تونس. تنقصنا المحاسبه يعني؟ اكيد لازم المحاسبه. انت مع تفعيل من اين لك هذا؟ اي لا، مع تفعيل كل انسان يكون بسيط وبعد يولي تو دانكو يطلع فوق، شنو ربح بروموسبور، شنو منين طلع؟ وكان يتفعل القانون هذا يطيح برشا ناس، برشا برشا، يمكن برشا عباد تهج منها البلاد بحق، على خاطر اذا كان يتفعل القانون هذايا برشا عباد باش تولي خايف على رواحها، تولي تستوكي الفلوس في جارها ما عادش يستوكيهم في البنك. اي نعم، خاطر فريمون انا مع تفعيل من اي لك هذا، خاطر كي راه ناس حاطط زبوطو على بوباله ويربش يلقى شي حاجه ياكلها مقرونه ولا حتى اللي يبزعها فلان ولا خبزه طريه شويه ولا حتى يابسه ينفخها ويعاود ياكلها، شيء حزن. ما كناش هكا حتى في وقت بن علي، نحكي مش على بورقيبه، في تويكا ولينا شيء مهول. وزيد الاشياء اللي قاعدين يقبضوا عليها في شو اسمه هما يهربوا في المواد الغذائيه والناس ماهيش خايفه. فهمتني؟ انا مع تفعيل القانون والله باتخو. لا ما لا، انت تبعوا من الاول، علاش تبع في وقت اللي عنده الفلوس؟ تبعوا من الاول، يعني منين قاعد يجيب في فلوس وعمل قوانين انك من الاول. اما بعد ما نعرفش، انا ثم عباد بار اكزامبل جو سي تري بيان، ما نعرفش ثم مثلا خدمات اللي ثم عباد تحط فلوس دو كوتي تشري حاجه ما نعرفش عندهم فلوس مخبيتهم، راه بعت ذهبها تقعد انت تبع عليها وين بعت ذهبها، وين مشات للبركه، وين مشات. ثم دي سيتياسيون اللي كان تقعد تتبع فيهم راك باش تتعب ويتعب العبد، خاطر نجم يتبيع زاد ذهبها من غير فاتوره وتشري ارض ولا تشري دار ومن بعد تقعد تتبع فيها وتمرج لها في قلبها. دونك انا جو سوي كونتر انك تتبع عبد من اين لك هذا بعد ما يشري حاجه ولا نو. تبعوا من الاول وكهو سيتو، ما تبعوش من بعد.